يا اهلا وسهلا، صباح الخير. نيتها لديكم. ابويا كان نجار مال قالب ومقاول، ومن كنت صغيره اني اطلع ويا بالقالب انا واخوتي، وامي كانت خياطه، فاحنا نحب المهنه يعني اليدويه. بقيت هاي يعني كبرت وكبرت الهوايه وياي. انا متزوجه وولدي وصلوا للاعداديه وزوجي معلم، وسكنت بمدينه شعبيه اللي هي محلة سيد حسين. أحب الهوايات، أحب يعني العمل اليدوي. من كبرت يعني الهواية هاي وياي. بعد النجارة يعني، وبعد عملنا بالنجارة وأمي خياطة، أخذت الهواية مال الحلاقة. ومن كبرت خليت، بديت يعني أطور من نفسي، اشتغلت مدربة مال تنمية وتطوير، ومدربة مال حلاقة، حلاقة شباب وحلاقة بنات. وبعدي وراها دربت شباب هم وبنات على الخياطة وعلى الحلاقة. وأحب أنا يعني هيك هوايات. ووراها اشتغلت بالغزيل، الحياكة، الجناط، الشحاطات، الأحذية، وهم دربت بيها يعني، هم علمت بيها يعني، تلكت المهنة وعلمتها وهم طورت بيها الشباب. والحمد لله والشكر. وراها بديت يعني قلت اني خلي اكسر هاي القيود اللي موجوده هي حاليا. فحبيت اتميز كل سنه بعمل، كل سنه يميزني عمل. من بعد الخياطه والحلاقه والغزيل بديت اطور شويه يعني، اطور روحي واطور الشباب اللي وياي. قلت خلي افتح هذا المطعم وأكسر القيود اللي موجودة هي عندنا يعني بمدينة الكوت، ما عندنا بنية تفتح مطعم. وبديت من يمها يعني ردت أني أفتح المشروع هذا، وخوفا على الشباب اللي موجودين اللي حاليا عمل ماكو، قلت خل أدخلهم بهيج عمل. والحمد لله والشكر نجاح وخير من الله. أجاني الصبح من البيت، أجي الساعة 7، أجي أبدي أجهز شنو عندي، مواد تمن، العدس، كبة التمن بأنواعها مختلفة يعني هي صارت عندي كهواية. أنا هم حبيت العمل هذا، أنا قبل ما كنت يعني أعمل بهاي الشغلات، بعدين حبيت يعني كودن مشروعي هذا وردت ينجح، حبيت بالعمل بيه، قمت يعني اتفنن مثلا كبوت التمن،
اخلي عليها عدس، كبوت البوتيتا ذيك هم تمن وبوتيتا، احتني بالحشوه. حتى اليوم المواطن مي يجي ياكل فتشي يعني تطلع طعم وياه، فتميزت بهذا الشيء. بتجيني الناس يعني من كل مكانات، من قرى ومن ارياف ويعني من مكانات بعيده يعني عن الكوت، تبعد يعني 3 ساعات 4 ساعات، يحبون يعني يجون هنا يقولوا لي نفسيتش طيبه بالاكل، فيجون من مكانات بعيده ياخذون ويربحون ويحجزون ويربحون. الناس شلون تحكي وياي، كلامها حلو وتعبيرهم حلو. يعني ما حسيت نفسي اني يعني عمل، حسيت نفسي كناني قاعده ببيتي يم اهلي. حسيت الناس شفت يعني طيبتها، يجي ويقول لي قواك الله وتي اكلش طيب ونفسيتش طيبه واحنا اخذنا اليوم من عندك. وكذلك يعني الولد اللي همي انا اللي شغلتهم وياي، هم كلهم والد 2000 كلهم صغار، وهم فريقين، فريق بنات وفريق ولد، ويعني هم يشتغلون نفس الشيء، هم تعلموا هالشغله علمتهم بالبدايه. لازم الشغل يبدي من داخل البيت، من داخل الام. احنا نقول الام هي تصنع المجتمع، فهي قادره تصنع لاولادها عمل، اولادها واولاد اولادها، فهنا تقدر يعني هي من يمها تصنع عمل لاولادها. فاني هذا مشروع سميته التفاتة مجتمع وتطوير فكر، ويعني فمن اجيب الشاب اشغله يمي وهو صغير بعده، فراح افتح عقله على هواي شغلات. يعني تعرفون مثل ما تعرفون اليوم احنا عندنا التكنولوجيا والانترنت، واخذت من عندنا هواي، اخذت من عندنا. فلازم واحد يعني يعيد فكره، مثل هسه هاي الشباب الصغار يعني ما عندهم شغل وقاعدين على الانترنت 24 ساعه. فبدا الخوف اني عندي يعني يمشي، قلت خل اسوي هذا المشروع. هو بكت اقدر اعيد هاي النظره اللي يقول ماكو عمل وشغل ماكو. بديتها ويا الشباب وبديتها قلت هاي رساله لكل ام، الكل ام حاضنه تعيد فكرها ويا اولادها، تقعد بينها وبينهم. لا تقول ماكو عمل، العمل احنا قادرين نصنعه، مو هو يصنعنا، والفلوس احنا نصنعها. فاذا انت صريتي وردتي تحتضنين اولادك واولاد الناس، انت ابقي فكري بدي البيت، انت قوديهم. ومن راح تشجعين على هيك اعمال وراح تبدين انت امامه البدايه، راح هو يشجع، راح يكون اكو ظهر وراء سانده. الحمد لله والشكر عملي وهاي رسالتي جابت يعني اعجاب من الناس، الحمد لله وشكر. اليوم انا قابله وراضيه عن نفسي وعن الناس وعن هذا الشيء اللي انا بي. وان شاء الله ان شاء الله الايام القادمه راح اقدر بعد اطور من هذا العمل واطور من هاي الشباب اللي عندي، لان انا بديت وياهم اشتغل على التنميه والتطوير. واتمنى اتمنى اتمنى راح تكون هاي رساله لكل اولادنا ولكل بناتنا ولكل امهاتنا. اذا عندك اولاد او عندك بنات، انت تكوني قادره تخرجين جيل للمجتمع، جيل ناجح فكريا عمليا تطويريا. نتمنى يعني نتمنى من كل ام اني يعني تسمع رسالتي، واذا عندها اولاد تحتضنهم تخاف عليهم، والما عندها عمل خل هي تبدي له عمل. الأم قادرة وقادرة على كل شيء، يعني قادرة تصنع المستحيل، الحمد لله والشكر. وأولادنا يستاهلون،
وان شاء الله ان شاء الله نكون يعني زمننا يتغير ويجي الامان والرزق. خلي نتذكر ايام طيبتنا قبل وبهاتنا وامهاتنا شلون كانوا عايشين. احنا فتحنا عيوننا يعني على الناس. انا من الناس لقيت جدي يحك شباك، ابويا كان عنده قالب مال نجاره. يعني احيا الاعمال اليدويه، هي كلها اعمال يدويه. اليوم انا من اكون اصنع الاكل او اصنع غير ماده، هي هاي اعمال يدويه احنا نقدر نصنعها. فخلي نعيد الماضي، نرسم فكره حلوه ونجيبها من جيلنا القديم جيلنا الجديد. وان شاء الله قادرين يعني على كل شيء، ونحافظ على اولادنا من الضياع. يعني مثل ما تعرفون انتم اليوم ولدنا كله على الانترنت، وينام الولد ويقعد ثاني يوم والنوم. هاي فكره البوبجي، تسهر ولدنا للصبح، دراسه ماكو، جاي شو يشوف بهيج عمر؟ يكون العقل مفتوح، شو يشوف الشباب جاي يسوي؟ يعني شو يشوف على الانترنت؟ راح يكون فكره وعقله راح يكون مفتوح، من راح يظل سهران على الموبايل وللصبح شو يشوف ينفذ بالنهار؟ فبدا الخوف ويا الامهات. واني من الناس، انا هم بديت اخافهم لان انا هم عندي اولاد واخاف عليهم. فحبيت اسوي هذا المشروع، قلت هو همي اني راح احفظ بيه اولادي، وهم راح احفظ بيه اولاد المجتمع، وهم راح يكون رساله، يكون رساله للمجتمع، حتى نقدر يعني نعيد نظرنا، نعيد فكرنا، نقدر يعني نسوي فد شغله صغيره نقدر نحافظ بيها على هذا الجيل. اوجه شكر من خلال قناتكم الموقرة للناس اللي وقفت وياي، والناس اللي ساندتني، والناس اللي اعطتني دفعة للأمام، وللمسؤولين اللي موجودين. مدينة الكوت هي أحلى مدينة وأحلى ناس، وناسها طيبة، شجعوني وقفوا وياي. وأهلي حتى أخوتي يعني من الناس هم وقفوا وياي وانطوني دعم، والزوجي ولأولادي، وفضلهم أنا اليوم أنا قاعدة بهذا المكان وأوجه رسالتي، يعني شكر والتقدير لكل الناس اللي وقفت وياي. والله يا مرتضى امراه مجاهده، وامراه يعني تريد تعيش وتريد انه تعيش اطفالها. شفت بهذا المطعم انه اكو مطاعم عندنا بالكويت، بس هذا المطعم بياكلات كلش طيبه، يعني عندهم اكلات متنوعه وايد.
بس الاكل اللي احبها من عندهم انه كباب عروق او الكبه و... اكلهم كلش مرتب. هو مطعمنا اكلات شعبيه واكلاتنا اللي نسويها كلها مقلوبه دولمه كباب عروق تمن ومرقل جميع الاكلات الشعبيه مرقه السبيناه او والقيمه مرقه الدجاج المطبق مال السمك يعني كل الاكلات الشعبيه دولمه الكبوه كباب عروق المقلوبه كل اكلاتنا الشعبيه التراثيه اللي تذكرنا بجيلنا طيب جميع الاكلات حلو يعني تجي الناس تحب هاي الاكلات كأن ما انت تاكل اكله بيت يعني اكلتها طيبه تصير مو يعني نفس اكلات المطاعم هسه مثل ما جاكلونها يقول نكهات بيها و... وطعمها مو حلو مو طيب هاي اكلاتنا التراثيه القديمه ذكرهم باكل البيت كأن ما هو قاعد يم والدته وماكل كأن هو ما قاعد يم بيبيته وماكل ويا حديث هالشيء يعني اكلاتنا شعبيه فتجي الناس يعني تتمنى يقولون احنا نتمنى من يسمعون اكل بيت يجون ركض يعني يجون ياخذون تجينا جاي الناس من كل مكانات والحمد لله والشكر جاي نجهز طلبيات وجاي ندز وحتى من الارياف جاي يجونه ومن قرى بعيده جاي يجونه من خارج المدينه جاي يجونه من كل مكانات جاي يجونه الحمد لله والشكر جاهزين وعندنا شباب تجهز وعندنا الاولاد هنا جاي يلفون ويجهزون الحمد لله والشكر يعني الشغل يعني كلش حلو وممتع وانا احس نفسي يعني من اشوف الاولاد اللي يشتغلون داير ما دايري يصيحوا لي يمه من يقولوا لي يمه يعني احس بسعاده احس بطعم طعم يختلف يعني احس انا ما اعرف يعني جاي اصنع لهم واتمنى اتمنى يعني اتمنى اتمنى هاي كل اولادنا عمل يوفروا لهم فرص عمل سلف مثل المصارف تعطي سلف يبدون اعمال ويعني يسهلون وياهم لان تعرف انت مثل ما تعرف اليوم لازم تبدي عمل لازم تجيب كفيل ولازم تجيب ضمانات ولازم تجيب شغلات وتجيب مشاريع فاي شيء ما تمشي الامور لازم يعني تبدي الدوله تهيئ لهاي الشباب تهيئ لها عمل فرص عمل ولو مصانع يعني مصانع كلش قليله ونتمنى يعني نتمنى من الدولة ونتمنى نوجه هاي الرسالة من خلال قناتكم الموقرة. معمل أكبر مثلا يعني فد الدولة تدعمني فد بأرض أقدر يعني أشتغل عليها فد يعني مال أقدر أبدي بيه وأبدي هذا مشروعي لأن أنا تعرف مثل ما تعرف مشروعي هو تنمية وتطوير شبابي أتمنى يعني مساعدة يعني من الدولة من الناس من اللي يعني اللي تقدر تفتح لي مشروع مثلا أبدي به مشروع كوباب ماركة يعني أتمنى يعني يعني بتعرف انت واحد استوى بادي عمله لازم تواجهه صعوبة ولازم تواجهه مواقف بس الحمد لله والشكر كل اللي واجهته تلافيته يعني يعني اللحظات الأخيرة أتعب يخرب كل شيء وياي أرجع أتذكر كلامي أقول لازم أنا أبقى مصرة ولازم ثابتة وتقدم للأمام حتى نسيتهم الوليد اللي يشتغلون يعني من يخرب شيء وياهم أقول ما يخالف عافية أنا هيك بالبداية أنا جيت مثلكم هيك جيت ما أعرف شيء جيت كش ما أعرف بس أنا همي أنا صريت وبقيت واقفة نفس الوقفة وتعلمت فما أحبطهم إذا شيء خرب بيهم بيديهم ما أسوي لهم إحباط لا أجي أشجعه أقول راح تغلط وتعيد الغلط مرة تلاخ وراح تنجح وراح تعيده وتنجح الحمد لله والشكر
هم من أقل لهم هيك راح يفرحون، من راح يفرحون راح يصير عندهم شجاعة ودافع حتى يقدر يوقف على رجلينه، يقدر يعيد، يقدر النجاح الأول يسوي بنجاحين. الحمد لله شكر، هي كل اللي واجهتني وبقيت مصرة عليها الحمد لله وشكر. اليوم أنا واقفة هاي الوقفة بفضل رب العالمين وفضل الناس الناجحة وفضل الناس اللي اعطتني دعم والناس اللي شجعتني، اللي شجعوني اعطوني دفعة للأمام. الحمد لله وشكر. هم اللي يشتغلون كلهم اولادي، يعني اللي يشتغلون وياي، لان انا ما احس افرق بين اللي يشتغلون عندي وبين ولدي، كلهم يصحوا لي امي، فانا كلهم احبهم. من يقولوا لي امي ما اعرف يعني من يشتغلون انسعد، يعني احس بسعاده من يصحوا لي امي. يبدون العمل الصبح من يجون كل من يعرف عمله، يعني تعلموا هذا اللي يثرم كباب وهذا اللي يسوي دولمة يثرم دولمة الحشو، ويقعدون يغسلون السليق يفتحون البصل، هم بيناتهم الشباب هم ولدي يتعاونون. مثلا أنا أجي الصبح ويجون الولد، يجي واحد من ولدي يوقفون هو والولد الباقين، هم عددهم أربعة شفت الصبح، يبدون عملهم عمل الصبح، يبدون يثرمون ويلفون دولمة والكباب والكبة مالت من هم يلفوها الولد اللي عندي. وهذا يعني الشفت الثاني. الشفت الثاني نغير النوم، هم يجون أربع ولد وهم يعني يبدون واحد من أولادي هم وياهم ذاك المكان هم يعرف الشغلات، وبيناتهم تعاون وتكاتف، وإذا خرب شيء عندهم يجون يصيحوا لي يمه هذا هيك وهيك ساعته شو تعيشوا فيه، حتى ذا يخرب بديهم وأنا هم أقلهم هذا الشيء خرب، أقول له ما يخالف أنا من إجيت أنا نفسيتك، فهم يفرحون.